لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، بارك الله لكم وبارك جمعكم وبارك خطواتكم وبارك نياتكم. أحب دائما أن يذكر كل منا وأن يذكر أخاه أيضا بأننا بمجيئنا إلى بيت الله تعالى وتباركنا لدين الله تعالى علينا أن نذكر الله الذي هدانا لهذا أما كنا لنهتدي ليلى إن هدانا الله. ونحمد الله تعالى الذي وفقنا ثم أعطانا على ما وفقنا، فجعل الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. والمراد بالعلم هنا العلم الذي ينفع الانسان بالنسبة للدار الاخرة، كما ان الذين يستمعون لذكر الله تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم رحمة الله تعالى وتحفهم الملائكة بأجنحتها ويذكرهم الله تعالى فيما عنده. ويستحب إذا دخل أحدكم المسجد أن يملي عدة مياه، يملي لاعتكافة المسجد الفترة التي يستمع فيها ويصلي، وينمي استماع العلم لينتفع وينفع غيره، وينمي اللقاء باخوانه والاطمئنان عليه، وينمي ان يؤيد دين الله بتكثير ثواب المسلمين، وينمي ان يعمل بما يتعلم من اجل اظهار دين الله واخفاء الباطل وابعاد اهله عن خط المسلمين. هذه النوايا كلها اذا نويناها كان لنا ان شاء الله تعالى اجرها. ثم نحن والحمد لله بأخوتنا ورؤية بعضنا لبعض وانتظارنا يوم الخميس كأننا ننتظر يوم عيد، إن ذلك كله إنما نشأ من حب بعضنا لبعض. وقد جاء في الحديث القدسي: وجدت محبتي من متحابين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه. فمن اذا يكون مجلسه احسن من هذا المجلس، وهو مجلس علم لله وحب لله ومباركة في سبيل الله. ولذلك نحمد الله لان الذين يحضرون من رجال ونساء الله تعالى يبارك فيه. وفي كل يوم نرى شبابا ينتمي للاسلام ويستقر الايمان في قلبه، ونرى فتيات ونرى نساء يدخلن الاسلام ويصلين ويلبسن الملابس الشرعيه ويظهرن دين الله في جماله وكماله. هذه الصور تزداد وتتكرر، وهذه تزيد فرحة وتزيد سرورا وتوجب علينا زيادة شكرنا لربنا. فنحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
اما موضوعنا وهو موضوع المال واحكام الاسلام فيه، فاننا اليوم نتكلم عن جانب جديد. تكلمنا اولا عن ان المال ضرورة في حياتنا، كما ان المال زينة للحياة، والمال كضرورة هو شيء يوجب الاسلام علينا السعي لتحصيله، والمال كزينة الاسلام يبيح لنا ان نتخذ منه الزينة من غير بصر ولا كبر ولا اسراف ولا اضاعة للمال. ثم تكلمنا عن اضرار المال، فقلنا ان المال من اضراره اسم التبذير واسم البخل واسم الطغيان واسم تغيير الحقائق او محاولة الاغنياء تغيير الحقائق، واسم الافساد في الارض واضلال البصر. وعرفنا ان الذين يقفون دائما في وجه الرسل وفي وجه دعوات الحق ويحاولون افساء نور السعادة وافساء نور الحب بين الناس وافساء نور التعاون والتكافل، هم طائفة الاغنياء من الباطرين الكافرين بنعمة الله. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مسلمين. هذان جانبان، جانب فوائد المال وجانب مدار المال. وفي القرآن أمثلة لكل ذلك. اليوم نتكلم عن جانب الأصل، وهو الواقع التطبيقي للنظرة إلى المال من خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم محاولة البحث وراء هذا الواقع لنعلم كيف اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطريق للاستفادة بالمال وللتخلص من أضرار المال في وقت واحد. والعلماء يا إخوة يقولون إن الإنسان يعيش بين شهوتي الغضب والحيوانية، يعني شهوة الاندفاع إلى إرواء الجانب الحيواني فيه، فالشهوة الاندفاعية إلى الجانب الحيواني بتجعل أصلين أساسيين للوقوع في الخطر. الأصل الأول المرأة، والأصل الثاني البطن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي أو من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. يعني من يضمن ألا يدخل من فمه إلى بطنه شيئا حراما
وألا يقع في الجانب الجنسي يقع مع امرأة في حرام جنيت له الجنة. ليه؟ طيب مع ان الاثنين دول ليس كل سنة، لكن الذي يخاف الله حتى يتورع عن اكل لقمة الحرام ويخاف الله حتى لا يمس امرأة في حرام فهو بعد ذلك وارع في كل شيء، لأن الدنيا مخدار الناس. ولذا كان عمر يقول لا تنظروا إلى الرجل في دمدمته وهمهمته في صلاته، ولكن انظروا إلى معاملته في درهمه ودناره. فإن وجدته يكثر الصلاة وفي المعاملة المالية يظلم عباد الله فهو ذو قلب قدير وذو إيمان مدخول بعيد. إذن عرفنا الجانبين دول فيهم الخطورة. في جانب الغضب نجد، أو في السهوة الغضبية نجد في موضوعين خطيرين جدا على الإنسان. الموضوع الأول هو حب المناصب والاستعباد لها، حب المنصب وأن يجعل الإنسان نفسه عبدا له. المناصب صاحبها يريد أن يطهر، أن يسمع له، أن يطاع، أن يقول أنا لما تيجي المكتب هتجدني أنا، لما تحتاج طلب تجدني أنا، لما توصل يا ستي إلى الوزارة ما تسألوش في المديرين والسكرتيرية بالجماعة منفعتين، أمال مين يا أستاذ؟ تجديني أنا، وأنا أعمل لك كل حاجة، وأنت بس الأنا من أجل أنك تعمل كل حاجة، يعني تخلص القضية ولا تثبت القضية. يبقى الأنا هي نفسها التي من أجلها يدحر الإنسان ويقضي على المبادئ والقيم ويجهها حتى يظل في المنصب أو حتى يصل إلى المنصب. ومن هنا نجد كلمة الأنا بالنسبة لذوي المناصب هي التي تحرك العواطف وتبرز فيهم الجانب الخبيث، وما أكثر هؤلاء الخبثاء. تجده لا يرعى حقا ولا ينصف موظفا، انما الامور تمشي على صدر النفاق والمداهنه، فالذي ينافق اكثر له قدر من الترقيه اكبر، والذي لا ينافق ولا يداهن وياخذ الامور بالجد ثم يحرص على المواقيت وعلى العمل وخدمة المجتمع والدولة يبقى إنسان متزمت، يبقى رجع متأخر وليس مدرن. وده مين؟ لأن الرئيس لا يريد خدمة مجتمع أو دولة. ما هو لو أراد ذلك ما طلب رئاسة، ممكن كل واحد يخدم
انما يريد ان يقول انا. لذلك يقول كان يقول انا كل من يديني نفاق وجهان يقول انا انا الغيث مقال انا ربكم. مش ضروري يقولها بالفعل، لكن ممكن يقولها باعماله واخلاقه وتصرفاته وهما سواء. يبقى هذا الجانب. الجانب الاخر جانب الاستعلاء من غير منصب. يعني ايه؟ واحد عاوز يبقى من بدون مناصب لكن عاوز يبقى كبير الناس تنحن وتحترم، يقول لك هتشوف بكره تشوف رئيس الوزراء يجيني لغايه بيتي يتمنوني ولا لا، هتشوف الوزراء يتمني يجي لغايه بيتي ولا ما يجيش، هتشوف المديرين هيجوا لغايتي ويطلبوا مني اشياء لصالحهم ولا لا. يعني ايه؟ يعني القوة الغضبية او الشهوة الغضبية عندي او شهوة الاستعلاء بتجعله يبحث دائما على امر ان يحتوي غيره، يحتويه ليسيطر عليه ولو لم يكن هو ذو منصب، لم يكن هو ذا منصب. اذن الاستعلاء سواء بالمنصب او بالاحتواء واقناع او اتباع شهوة البطن وشهوة الفرد، لما تجمع الاربعة دول اسباب كفقاء البشرية تجد لا يمكن واحد من الاربعة يستطيع يمشي بدون المال. فالمال هو الاساس من القوة الشهوية والقوة الغضبية، والمال هو العامل المشترك في اصل الحرام وفي اتصال جنس الحرام وفي الاستعلاء والتكبر على الناس بسبب المنصب، او الاستعلاء والتكبر على الناس بسبب الاحتواء لان كيف يحتوي الناس؟ ما هو اللي هيحتل عارفين الناس كلهم، انه تجده بيروح يدفع فلوس هنا وهنا وهنا، يدفع فلوس للجرائد ويدفع للمجلات وعامل بيته مزرعه للفجور والفتوح، بيسقي خمره وبيسقي مش عارف ايه وده طالع وده داخل وكل واحد بيوزع عليه يقول لك خلاص دول صاروا فين ده. ودي بيوت معينه تقوم بهذه الادوار. اذا مين اللي بيدور في النهايه؟ الشعب المسكين بين هؤلاء الاربعه. واحد مسعور كالكلب ياكل كل ما يجده ولو كان ضيفه وهذا اكل الحرام، وانسان كالخنزير ينال ما يصل اليه وهذا الذي يزني ويفجر ويبحث عن المراه بصفه دائمه في الحرام، وانسان اخر مستعل ومستكبر ومفقد في الارض بقدر استعلائه واستكباره سواء كان ذا منصب او كان محتويا للاخرين عن طريق المال والاستعلاء. لما نجد اذا المال عامل مشترك نطلع بقى نشوف ايه اللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام في تحليل النظره الى المال. تحليلها يعني توضحها وترفعها. في مره من المرات كان ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه ذهب الى البحرين ليأتي بمال من البحرين، فلما وصل بالليل فعلم بأمره الصحابة والأنصار، فما كان منهم في الفجر إلا أن جاءوا من أطراف المدينة، تركوا المساجد المجاورة لبيوتهم وجاءوا من أطراف المدينة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قد كثروا تبسم بعد الصلاة
وقال لهم معنى الحديث: إني أعلم لما جئتم، أسمعتم بأن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأمنوا، بناحية الدنيا هتفرج. ثم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكوا كما هلكوا. التعبير دقيق، فيه فرق. قال لهم: ان كانت الدنيا جيده، لكن انا ما اخاف عليكم من الفقر، وقد عشنا في الفقر طويلا. تاسست الدعوه ونحن فقراء، وحاربنا اعداءنا ونحن فقراء، وانتصرنا على الجميع ونحن فقراء. اذن حين وجدت قوة الإيمان لم يكن الفقر مانعا من عمل أي مؤسسة إسلامية. ولذلك أنا قلت لك المرة اللي قبل اللي فاتت، إحنا مستبقين في مشروعاتنا. لو كنا سابقين وحبينا نعمل مدرسة إسلامية بالمعنى الصحيح، كنا اتبرعنا بها كلنا بأجسامنا وبأنفسنا، وجعلنا من أي مدرسة خير نموذج موجود في كل بلاد الخليج. إننا إحنا جماعة الإسلام أطراف الحياة، أو بعد أن نترك ونسبع نقول يلا نتكلم شويه بقى في الاسلام يا عم فرنسا، يلا بقى شويه في الاسلام. طيب، ولذلك الاسلام ما بيتحرك وقت. اذا بقى الناس يتفكر باستمرار، وباستمرار نفسي ونفسي، والمجلات عماله ترقع ايه حصل ضرب في الصومال لعلماء المسلمين، حصل قتل في الدين للمسلمين، حصل في اريتريا غزو للمسلمين، حصل في الكويت اختلاط بين البنات وبين كمان بنات. انت هو ايه الجديد؟ يعني الجديد في الموضوع اللي يجب نفهمه اننا لا نتحرك بالصدق من اجل الاسلام، ويجب ان نعترف بهذه الحقيقة، اننا نتحرك من جانب الطرف ومن جانب المسلسة ومن جانب استهلاك الموقف. ولا بتكلمين زاوية الاسلام زي برضو حالات كتير، او جماعة الخطبة بتوعي لولا الارسولي اللي بياخدوهم محدش هيخطب على المنبر ولا يقول ولا كلمة. طب احنا بنكرر الكلام اللي بنقوله كل جمعة، بنقوله الجمعة اللي بعدها واللي وراها. ليه؟ هو المطلوب ارسين في صحة بهم صلاة الناس، اخبط الارسين في صحة الصلاة. الخطيب بالشكل ده، والمدرس في المدرسة بالشكل ده، واستاذ الجامعة بالشكل ده والتاني. اما الرسالات والاهداف السامية والعمل من اجلها، فيجب ان احنا نقول ان احنا بعيدين كل البعد. وما بقولش بعض البعد، بقول كل البعد. طيب، اذا لما يجي ابو عبيده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: انا لا اخشى عليكم الفقر. الكلمه دي خطيره كما قلت. ليه؟ قلت جميع تطورات الدعوة الإسلامية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت والمسلمون فقراء. ف
فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجد إلا ثوبا أو ثوبين، وكان الصحابي يجد ثوبا واحدا يربطه في كتفيه ويلفه بسدة على وسطه يخشى أن تظهر عورته إذا ركع وإذا سجد. وكان أبو عبيدة كان قد خرج بجيش تعداده 300 لم يجدوا معهم طعاما، فجمعوا التمر وصار كل واحد يأخذ في اليوم تمرة. فلما استدى الجوع أخذوا يضربون أوراق الشجر فإذا تساقطت أكلوها، فلا يأكل البعير تلك الأوراق. حتى وصلوا إلى ساحل البحر فأخرج لهم الله سبحانه وتعالى من البحر دابة سمكة أخذوا يأكلون منها لغاية ما انتهت الفترة المحددة للمعركة أو لانتظار المعركة وبعد عبر ذلك. إذا إذن أكلوا كل هذا، وزي ما سمعت أنهم أكلوا العوز يعني الدم باليدر، وأكلوا الجنود جنود الجبال يجيبوها وينقعوها في الماء وبعد ما تسرى يبتدي يتبقوها علشان يشرب شوية مية ويأكل الجلد بتاع الدم. الجلد وحضرتك انا وانت بقى بعد ما نملى الثلاجة ودخل البوتاجاز يرن لما يسبع طول النهار من الطبيخ ويجي الاولاد ياكلوا وبعدين نقول نرمي نص اللي احنا عملناه نرميه في الجبالة، وبعدين الواحد بطنه مليان ومخه مظلم من كثرة الاكل، وابوه جعان مش راضي يسأل فيه، واخته عريانة مش راضي يسأل فيها، وام تعبانة في بلده ولا في الجبهة ومش راضي يسأل فيها، ومرات واخوه ومرات اخوه وعمته وخالته ومراته كل دول ما بيرحمهمش، ومراته احتياته قالت له تدي لمين اللي يعوز بيتك يا اخوان على الجامع يا ست، ده بيته بيرمي كل يوم نص الاكل برضه. ولو ما هو الظروف كل الناس بترمي بالشكل ده، لكن هتحكي ذمتك وتدي ابوك واختك واخوك انت هتحكي بمين ولا مين؟ ما كل واحد ما هم اخواتك وروح يفدوهم. خلاص بدأنا ننزل كبار، وبعدين ننزل بقى عنا في السوق ده بقى المسلم الحلو ده ينزل بقى بمراته عريانة لابسة متوجيب وزيت تجيب، وبعدين هو رايح على الجامع رايح تعمل ايه الحسن، وبعدين يقابل عمة في السوق حرام تسأل يلا نتكلم شوية في الإسلام بقى، إسلام حرام عليك يا راجل، يا راجل روح روح بيتك الإسلام بريء منك، الإسلام إيه اللي هتتكلم فيه؟ طب ما احنا كلنا بنعمل بالتكليف. يبقى ده اسم عمل للإسلام. كيف انت لو كنت في شغلك رايح الصبح ورايح آخر النهار دواميس النهار وآخر انبساط، ولو وجدت ساعة تعمل فيها وهتاخد فيها آخر الشهر 30 دينار تقول خسارة حرام عليا أضيعهم. ولما نقول لك تعالى للإسلام ساعة كل يوم كده بدأ بقى السم لما تذكر فيه. انا عندي ساعة منها فاجئة، ده انا حد الساعة دي للأولاد، حد الساعة دي لمراتي، حد الساعة دي للزيارات، حد الساعة دي لشوية فسحة الى اخره. يبقى احنا في الواقع بالنسبة للإسلام ندرك هذا، الفقر لم يكن عائقا عن نهوض الإسلام. المسلمين فتحوا الدولة الفارسية وهم في منتهى الفقر، وفتحوا الدولة الرومانية وهم في منتهى الفقر. فليه؟ لأن كان فيه ينابيع أخرى من قوة اللي هي الإيمان والاتداد بالله وتآسى المسلمين واتحادهم ورجولتهم وحبهم من الله. النهاردة المال مال الدنيا، كان هو موجود في تحت الأرض بصفة بترول، موجود في البحر، موجود في الهواء، موجود في الشمس، موجود في الكهرباء، موجود في الماء، موجود المال بنسوقه من كل حاجة صرنا نسمعها ونوجد منها أموالا. الأرض مليانة زراعة بنطلع منها أموال، المصانع بنطلع منها أموال، وكل ده أرضنا خراب ومصانعنا واقفة وجيوشنا واقفة محتارة، لا الشرق بيديها اسلحه ولا الغرب بيديها اسلحه، وبنقف موقف
الظليم المسكين. ليه؟ لأننا فقراء، احنا مش فقراء، احنا أغنياء، لكن أغنياء بالمال وفقراء بالإيمان وفقراء بالفكر السليم، فقراء في الإرادة النظيفة القوية. من هنا بتيجي الغلطة، يجب نحل أنفسنا. وأنا كثيرا قلت لكم احنا محتاجين سنة واحدة بس للأمة المسماة بالإسلامية تراجع أنفسها وتضع أيديها على كل شيء تسميه باسمه، تسمي كل شيء باسمه. لما نشوف احنا واحد رئيس مجدد من أنوث لا سعادة الرئيس، نقول له يا أيها المجدد. نشوف موظف منافق من أنوث، تعالى يا أستاذ محمود، نقول له تعالى يا أستاذ النفاق. نشوف إنسان بيجري ورا امرأة وباستمرار دير نسوان، نقول له تعالى أيها الكلب المتكفل على موائد الناس. ضروري نحن كده نضع كل إنسان في موضعه. وهنا لو فعلنا ذلك هنبطل الكلام ده، هنسمع الخطب وفي الجرائد والصحف والمجلات بنقول لهم لا، يقولون احنا عندنا يجب ان نتحد. نقول يجب ان تتحد فيه، وكانت تقول انا اريد ان اتحد في اخر. الخطوة اللي بقالها 50 سنة هي يجب ان نتحد. انا اريد ان اتحد، فانا اقول اريد ان اعرف من الذي قالها بصدق وعلى اساس من الصراحة والحقيقة. اريد ان اتحد ما حصلت. بتحصى الخطة لما نحس كلنا ان اسرائيل جاية تضرب. واد يا ابراهيم، واد يا محمد، مد ايدك يا ابحر الكاتل، كلنا حوث الحرامي. طب نقف عشان نحوث الحرامي، بعد ما يحوث الحرامي قال له روح يا بنت من هنا، انا لا اعرفك ولا انت تعرفني. والتاني قال مشي من هنا، انت حب وانا حب، وانت مبادئ وانا مبادئ، وانت بتبحث عن فلوس من طريق وانا ببحث عن اللص من طريق اخر. انت تابع لروسيا لكن انا اصبحت تابع لانجلترا، انت تابع لفرنسا لكن انا تابع لامريكا. روح يا شيخ بقى بل السلام تابع. ايه اللي نقوله ده؟ نقول ان احنا بعيدين عن الحقائق. بدنا نشتغل مكتبين وكذابين في اكثر ما يجري على ارض السياسه. لما نجي اذا الرسول على الصف الكلام وهو يقول انا لا اخفى عليكم ان تخفوا، امال ايه؟ قال ولكن اخفى ان تبسط عليكم الدنيا. في فرق بين ان اقول لك انا بسطت لك الفراش، وبين ان اقول لك انا بسطت عليك الخيمة او بسطت عليك الغطاء. فاذا قلت بسطت الغطاء عليك يعني فرضته على جسمك، واذا قلت بسطته لك يعني فرضته لتطأه وتبوس عليك. لا، قال الرسول اخشى ان تبسط لكم، لكن معناها ان الدنيا هتيجي تخدمنا في مآربنا، لكن لما قال تبسط عليكم يعني تغطيكم الدنيا وتطغى عليكم وتغطيكم. فاذا كبست الدنيا نسيتم جميع الحقائق. الراجل اللي كان بينادي بالرحمة وبالاخوة الاجتماعية، تروح بيت تلقى الخدامة سيفانين، تروح في الوزارة بتاعته تلقى الفرسين سيفين الظل،
تروح للتعليمات تلاقي عين الراجل اللي بيشتغل في الحر وفي البرد وشايف الويل من ونهار بعشرة دينار وبثمنتاشر دينار والشهادات العالية بقت درجة سبعة ودرجة ثمنة واللي عاجبه يجي واللي ما عاجبوش يشوف الويل والسن وبعدين يقفوه ويقولوا نحن نريد الأخوة والحرية والمساواة وانا اقول لهم كذبتم 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 ايها المتمردون المفسدون الطغاة. اسمع كل الكلام ده ما هو بالمثل بيقول تكلمني اصدقك اشوف امورك استعبد انا عايز اقول تكلمني اصدقك اصدقك كويس اشوف امورك اتجنن ليه؟ لأن الواقع أن أفعالنا هي أسوء انفعال في أكثر حياتنا وأكثر جنبا. هذه الصورة جعلت ما كذلك لأن المال بصف عليه. ولذلك بعدها قال إذا تغشاكم الدنيا تنافسوها. كان الراجل بيقول عم في الشيخ فرنسا عنده كذا ألف لكن أخوه عنده مئة ألف أخوه صار عنده نص مليون هو بيطلع الزكاة يقول لك تبون أنا بطلع الزكاة لكن تبوني تبوني إسلام عايزين مني إيه إسلام كتان أنا بطلع عليكم الزكاة خذوه دمرية الفضل عليكم ويجب لما مر عليكم تنقلوا وترفعوا وانا اكون سيدكم واكون رئيسكم والامر امر والقول قول لي لانني طلعت الزكاة وانا راجل غني يبقى تضع مالك على زكاتك تضعت الزكاة وضعت انت وتبرأ الاسلام منك مع عمدة الحديث قال وان صام وصلى وزعم انه مسلم اتراوي الاول السلوك الاجتماعي خطر خطر فيه ضربات فيه ضربات انا ما تعودت ان اكون منافقا لكن الحقائق يجب نعرفها اذا لم نضع النكت على الحروف النهارده شعبنا سيظل تائه وضال واذا لم نتقدم نحن باسباب الانصاف والعداله عشان نبينها للمجتمع يبقى نتلمس يوما ما هنعرف نرجع الى الحق او نرجع راي المثل عيب عار عار يا متمثلون لما تنتظروا لما يجي لك واحد باسم الشيعية يقول اريد انصاف الطبقة المسحوقة ما فيش واحد باسم الاسلام يقول اريد انصاف الطبقة المسحوقة لقد قلت في الكتاب وقلت في الخطب سمعنا الذين ينادون بمنع الاختلاف وسمعنا الذين ينادون بمنع الخمر وسمعنا نداءات كثيرة ولم نسمع نداء واحدا يقول نريد انصاف المظلومين نريد اعاشة الفقراء والمساكين نريد مساعدة المحرومين والمعذبين في الارض ما سمعنا صوتا في مجلس امة الا ان يكون صوتا آتيا من جهة شيوعية وعلى سنة كده الشيوعية أصبحت تجمع الشباب من حولها لأنهم ظنوا أنها المرفأ الوحيد أنها هي الجانب الذي يعتمد عليه من أجل حياة كريمة عزيزة في نظرهم ولكن الواقع أدى غير ذلك المستوعبين يقولون وحين يحسبون الرؤوس التي يراد ان ينفثوها يحسبون الرؤوس نفسها انفسها ويجلونها ويعذبونها من الواقع خير ساهر دلوقتي بيفضحوا البعض الاشتراكيون بيفضحوا بعضهم فلما فضحوا ماذا قالوا قالوا انظروا الى التعذيب في السجون والمعتقلات انظروا الى المسامح والى الذين قتلوا بدون محاكمات انظروا
ليه؟ كل دول أفكر بالله إن كل دول الحكام يعملون من أجل إمساك الشعب. الشعب ما ذاك الويل إلا تحت أيديه، إنما أرادوا المال ليثبتوه ليحظى قبل يمين وقبل عرسين، والبنوك في يسرى أهل مفتوحة والأرقام السرية موجودة، ويتخرب بيوت العرب كلهم في سبيل حفنة من الطغاة الظلمة المتمردين الذين لا يخشون الله ولا يخافونه. وبعدين أكثر الجنود بتقتل بعد ما بيموت من روح داهية، بتقتل وتاخد الأموال ومحدش يقول لها تمشي بثلاثة ساعات. يبقى احنا مكرم علينا إن المحرم على العرب لكن حلال لغيرهم. يبقى هذه الفتن المال، ولذلك قال فتهلكوا كما هلكوا، فالبال سبب هلاك للحاضرين كما كان سبب هلاك للسابقين. كيف هو الرسول عليه الصلاه والسلام حمل ايه في المال؟ قال تعالى فيه ابو ذر يقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجلس فلم أتفرأ القمر، يعني لم أطمئن. مسألة خطيرة، انتظرت ان يكون شيئا فلم يكن، فقلت لما كان، لاني محتاج عايز جواب على ما سمعت. قال فقلت من هم يا رسول الله؟ قال هم الاكثرون اموالا، كل من قال هكذا وهكذا 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 من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل المال. هم الاكثرون اموالا، قالوا من هؤلاء؟ هم الاكثرون، هم الاكثرون. قال من هؤلاء؟ قال هم الاكثرون اموالا الا من اعطى من جميع الجهات، اعطى جميع انواع الاحتياج، اعطى الفقراء والمساكين، اعطى الجيوش، اعطى الدين، اعطى المدارس، اعطى المجمعات، اعطى الملاجئ الايتام، اعطى المساجد، اعطى ما يريد الدين او ما يشعرك الدين بان الاهمية تستدعي اعطاءه. من اعطى هؤلاء يبقى بعد عن الخسارة. اما من لم يعطي فهم الاكثرون، وكلمة هم الاكثرون تعريف للمبتدا وللخبر يفيد الحصر. يعني ايه؟ يعني لا خاسر سوى هؤلاء الا الذين ينفقون، ينفقوا الزكاة بس. ازاي؟ الزكاة بس والمسلمين بيترنحون والبناء والاسلام ضائع وبالسهر والامور كلها بتزحف ضده، وبعدين تقول ان انا طلعت الزكاة وعايز لنفسك وعامل اله من قال انك انت تبقى مسلم بالمعنى الصح؟ ما هو الدليل ان الاسلام يتراجع من خطوه، كما قلت لكم بقى احنا كده عددنا كان كذا، احنا في المسجد بس ما شاء الله المسجد مليان. لو قمنا بدعوة احنا بنفسنا وضحينا بجسمنا وبوقتنا شيئا ما وببعض اموالنا، والله كنا نغطي على كل نقص اسلامي في الكويت. ان كان في نقص في الدعوة نغطي عليه، نقص في التفكير نغطي عليه، نقص في إساعة الإسلام والبيئة الإسلامية ممكن نغطي عليه، نقص في المال عند الفقراء والمساكين واليتامى نغطي عليه. إنما
احنا دلوقتي شعب يحسن ان يقول وان يسمع ولا يحسن ان يعمل. يعني زمان قلت في الجاهلية كان في حلف مخلص السجون من اجل انقاذ المظلومين والمحرومين. وفي اوروبا جمعيات للرفق بالحيوان للرفق بالكلاب وبالحمير وبالبغال وبالخنازير. الا يوجد في بلاد الاسلام جمعية للرفق بالانسان؟ لا. ليه؟ موجود جمعيات من انا نحن هنا غير كده؟ لا. للرفق بالانسان، ما هو الانسان من بحر موجود في كل بلد اسلامي من بحر. احنا دايما بنتكلم على مستوى اسلامي عام. طيب مين في الثاني؟ نجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو راخر كمان عمل لنا مبدأ معين ورطنا فيه حسب الظاهر. ايه هو؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما ما كانش فيه اموال كان له عذر في بسر. لما وجدت الاموال في المدينة انت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويا خيرة خلق الله ومن يقول الله لك ولسوف يعطيك ربك فترضى ومن يقول الله لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أيرفع الله ذكرك في الأرض وفي السماء ويأمر الله البشر المؤمنين ويأمر الملائكة أن يترنموا باسمك وبالصلاة عليك فيقول يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيكون هذا شأنك وإذا بك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة وأتم التسليمات تذهب إلى فاطمة فتقول لك يا أبتي هذا خبز قرص من شعير طحنته وعزمته وخبزته فأدخلت لك منه سترة تسقمتنا. يعني ابنتك ليس عندها لا قمح ولا دقيق بر ولا سكر ولا زيت ولا لحم ولا سيف. وإذا بك أنت يا رسول الله تقول لها هذا أول طعام آكله منذ ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام. ليه؟ أتاك المال فأين وضعته عليه الصلاة والسلام؟ يدخل عليك عمر فيراك نائما على حصير قد أثر في جنبك وعمل في جنبك خطوطا امرا فيبكي عمر فتقول له ما تبكي يا عمر؟ فيقول لك هذا كسرى وكوثر والملوك يعيشون في دمشق وفي الحرير وفي القصور وانت يا رسول الله تنام على حصير دان قد اثر في جنبك. فيقول له صلى الله عليه وسلم أتسلم في الله يا عمر؟ هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا أما نحن فلنا الآخر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقف حتى ينزل إليه جبريل وهو على الصفا او على جبل، لان هم حصل مرتين، مره في مكه ومره في المدينه.
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: يا جبريل، أنا منذ ثلاث لم أجد قطا من طويل ولا حصن من بسيط، وليس في بطني شيء من طعام. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها ضجة وهجة عظيمة، فقال: ماذا يا جبريل، أقامت القيامة؟ قال: لا، ولكن الله سمع قولك فأرسل إليك إسرافيل فاسمع منه. فنظر إسرافيل يقول له: يا رسول الله، أرسلني الله إليك وهو يعلم ما بك، والله يقول لك: إن شئت جعلت لك جبال سهام، وفي رواية بقاء مكة، زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فجبريل يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع فيقول: بل نبيا عبدا. فيتركه وينصرف يسجد عمدا. بالشكل ده وصل الأمر أين؟ ليه؟ كما احنا بنقول ان السعي من اجل الحصول على المال الضروري واجب، ومن قال لك ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يسع، ومن قال لك انه لم يكن عنده مال؟ انا قلت المال كان ياتي بوفره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم امته أن المال الوفير حين يكون لشخص يملأ منه بطنه ويسخر به على غيره ويتعالى به على الناس أو يمشي به في الناس وهم يرونه مليء البطن مستوي الجسم راكبا أحسن السيارات بانيا اعظم العمارات والناس يتساقطون جوعا من حوله، فان هذا ابعد ما يكون عن الاسلام. وان المسلم الحق هو الذي يفعل كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذا جاءه المال وزعه على فقراء المسلمين حتى لا يبقى في المسلمين فقير. وهذا مبدأ إسلامي مقرر سنتكلم عنه حين نرد على الأسوعيين والإسرافيين وجميع الدجالين والنصابين في الأرض. سوف نريهم أن الإسلام فوق كل ما يتصورون، وأنهم لولا أنهم يطلبون التعالي على البشر وإذلال الناس لرضوا بالإسلام حاكما في المال وفي كل شيء. فإذا هذا الجو الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أمته وأن يربيها على أنه ما دام المسلمون محتاجين فيجب أن يوزع المال، فمن دخل والمسلمون محتاجون وقال أخرجت الزكاة فإنه معذب آثم، لأن الله أخبر أن في أموال الناس حق معلوم للسائل والمحروم، ولم يعين الله قدرا معينا. ولذا قال العلماء: ما دامت المسلمين فقير فيجب توزيع المال على الفقراء ولو اخذ كل ما عند الاغنياء. وحين جاءت سنة الرمادة، سنة الفقر وسنة الجد في عهد عمر، عمر اخرج مال الدولة كله، لم يدخر منه شيئا، لم يترك الذين يتسولون حول المساجد
وفي الاماكن العديدة في بلاد الاسلام والاموال تختزن وتدفر وترسل بالاف الملايين حتى تعز منها اوروبا وامريكا، بينما المسلمون يئنون من وطأة الذل والفقر. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، حتى ان عمر اخرج كل شيء في الدولة وارسل الى البلاد الاسلامية، ارسل الى العراق وارسل الى مصر وارسل الى اليمن، ان ارسلوا الينا ما عندكم من مال واتر، يعني متوتر. فارسلوا كلهم، وقال وعمل عمر مصابخ في المدينة وارسل الى جميع المسلمين في الارض الحجازية يقول: من لم يجد مالا ولم يجد طعاما فليأتي عمر بالمدينة. اذن كان بواجبه. ثم قال: لئن عدت الى قابل الى العام القادم ولم يستثن الفقراء بما في بيت المال فانني سابحث عن الاغنياء واضع مع كل غني مجموعه من الفقراء يعونهم حتى يتبع جميع المسلمين ويكونوا سواء. هذا هو الايمان وهذه هي العقيده الحقه. وما هو ذلك؟ لا هو اسلام ولا ايمان، ولكن جدل وكذب ونصب. وبقول بطلوها بطلوها، ريحونا يا ساكنين، اريحونا كفاية بقى بألف وستين سنة في بلاد الاسلام، وتتجمعوا وتتفرقوا وتكتبوا وتعملوا مجلات وصحافة وتعملوا وتسوي ولغاية دلوقتي تسليم. هل انفصلوا من اعدائكم؟ كل ما نخسر نعلق السماعة على الاعداء. اصل الاستعمار ضدنا، اصل الصهيونية ضدنا، اصل انجلترا ضدنا، اصل روسيا ضدنا. واين انت؟ اين انت؟ هؤلاء ضدك. ان كان لك وجود فعليك ان تستعلي عليهم. اما ان كنت كما انت كلام واستماع واجتماع وافتراق وبسس وبدل، فسيظل الاعداء يركبون رؤوس المسلمين حتى يقضوا عليهم. ومن راضي بالذل اذله الله، وما لجرح بميت إلانا، من يهل يكثر الهوان عليه، ما لجرح بميت إلانا. وصدق صلى الله عليه وسلم: من أذل نفسه طائعا غير مكره أذله الله تعالى. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه. كل يدفن بيبات كثير يبيت جائعا، لأنه أطعم مسكينا ورعى كعبة وأكثر نفسه وحرم نفسه من القوت الضروري بابتداء معركة الأسبوع ده. ما جزاء الذين حسناتهم تساوي سيئاتهم وما نسميهم؟ هل نسميهم مسلمين او كفار؟ اولا انت لا تستطيع ان تسميهم، لان انت لا تعرف سر السيئات الحسنات، فحضرتك تبعد عن استغلال بساعة ربنا بس. اما في الاخرة فامرهم موصول الى ربهم، والعلماء قالوا: عفو الله يكملهم ويغفر لهم. هل يمكن ان نفسر حديث من يضمن لي ما بين لحييه انه كمان لا ينطق بالكذب والنفاق؟ يعني لا يقتل حراما ولا يكذب ولا ينافق الى اخره.